مرحبا بكم عشاق قناة شوشو العلندي عاشق البرية. سنتعرف في هذا الفيديو على طريقة تحضير أكلة صحراوية جزائرية، أكلة المربوزة أو الفتفوتة، وهي أكلة معروفة في الجنوب الجزائري خاصة وادي سوف. مكونات المرق: لتحضير المرق الخاص بالفتفوتة علينا أولا توفير المكونات التالية: اليقطين والطماطم، الجزر والبصل، البطاطا والفلفل الأخضر والأحمر، اللحم، تمر الغرس، فلفل يابس، حمص، فول، مشمش يابس، توابل، زيانة، كركم، أوراق الرند، ثوم، معجون الطماطم، وأخيرا الملح. نقطع جميع هذه المكونات إلى أجزاء صغيرة ونضعها في القدر بالتدريج. بعد أن نضع جميع المكونات في القدر، نضع التوابل والملح والكركم وأوراق الرند وندع أيضا كوبا من زيت الزيتون. نتركها تغلي على درجة حرارة متوسطة، ثم نقوم بتحضير الخبز الذي يدخل ضمن مكونات هذه الأكلة. ومكونات هذا الخبز هي عبارة عن طحين وماء وملح، نمزجها مع بعض ونقوم بعجنها بشكل جيد. ثم نقوم بإشعال النار. يعتمد سكان البادية في الصحراء الجزائرية على أساليب طهي تقليدية، ويستخدمون كل الوسائل المتاحة من أجل العيش والتعايش في هذه البيئة القاسية. ونضع العجين على الرمال الساخنة بعد أن نقوم بتسويتها بشكل دائري. تشبه هذه الطريقة طريقة تحضير خبز الملة.
نقوم باستخراج الخبز بعد نضوجه وننقيه من التراب. ثم نقوم بتفتيت الخبز في قصع. نقوم بتحضير الشاي كعادة أهل الصحراء، حيث لا تخلو أي مائدة طعام من تواجده. ونضع عليه المرق بالتدريج. ونخلطها جيدا. طعمه لذيذ جدا، أنصحكم بتجربة هذه الوصفة. رغم التطور والحداثة، إلا أن أغلب سكان الصحراء والبدو على وجه التحديد لم يفرطوا في هذا النوع من الأكلات المتوارثة عبر العصور. شهية طيبة للجميع. أنتم الأفضل عشاق قناة شوشو العلندي عاشق البرية.